بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نظمت مجموعة المدارس العلمية بمدينة القنيطرة حفلاً ثقافياً بحضور إعلاميين وأدباء وكذا أولياء أمور التلاميذ للتعريف وتعزيز مكانة لغة الضاد داخل مجتمعنا تحت شعار لغتي هويتي. سميت بلغة الضاد لكونها اللغة الوحيدة التي تحتوي على هذا الحرف على خلاف باقي اللغات التي تضم حرف الدال فقط. هذا الحدث دالي واحدة عالمي والاحتفال باللغة العربية الذي يصادف كل سنة من 18 ديسمبر من كل سنة، واليوم أنتم حضرتوا معنا لدى احتفالية اللي دارت مؤسسة مجموعة المدارس العلمية بمدينة القنيطرة، واللي جاءت في سياق تحفيز التلاميذ على اللغة العربية. لأن يعني المشكل اللي دابا الآن وقع هو العملية ديال مواكبة العصر وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وشنو الوليدات كيف دخلوا في واحد الخليط ديال ان استعمل مجموعه ديال اللغات، ولكن في واحد النسق اللي ماشي هو هذاك. ولكن انا الهدف من هذه الاحتفاليه هذه ونعطيو هذا النفس، نرجعوا القيمه اللغه العربيه. نتمنى ان تشوفوا العالم كله كيف يحتفي بهذه اللغه العظيمه، أن اللغة التي كرمها الله في كتابه العزيز القرآن الكريم لغة أهل الجنة. فإذا كيف احنا أساد وليدات ديالنا رغم أنهم عندهم منفتحين أنهم مجالات لتعلم لغات أخرى وكذلك العلوم ديالهم كلهم تيخذوا إما بالعربية أو الفرنسية، ولكن كذلك احنا صنحتهم باش أنهم هذه اللغة ديالهم يعطيوا قيمتها، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي علاش لا أنا ما يكونش التعبير باللغة العربية مرادف ديال بعض الكلمات أنا ما يبحثوا عليهم باش يكونوا باللغة العربية، وهذا هو الهدف الأمثل من هذا اللقاء هذا. مساء الخير. في الحقيقة هو يوم جميل جدا، الاحتفاء باللغة العربية والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأنا بالذات عندي هاد اليوم عنده الدلالة ديالو، لأنه بالإضافة إلى الاحتفال باللغة العربية هو كاين واحد عودة للأطفال، بكوني أنني اشتغلت أكثر من 30 سنة مع الأطفال ثم أخذت تقاعد نسبي، وكانت هذه مناسبة للتفاعل مع الأطفال وحثهم على الاهتمام باللغة العربية إلى جانب اللغات بطبيعة الحال، إلى جانب اللغات الأخرى. وتتخلون عنها لأجل لغات أخرى قاصرة ميتة وإن طار الزمن بها، مززتم لغاتكم بلغات غريبة فسقطت بذلك كينونتكم وضاعت هويتكم وصرتم لا شيء. إلى معشر الكتاب والمحافل بسطت رجاسي بعد بسط شكلتي رفعت الفلسل المدور. حقها حكمنا بما هو أد، أولا يعود أبناء العربية للتحدث والنطق والكتابة في اللغة العربية فصحى الهيئات الإدارية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من التحدث بلغات ولهجات أخرى غير العربية، وإلا ينفذ الحكم بالسجن على خارج عن اللغة العربية عزها ومنزلها إلا أن يبعث الله الأرض فمن عليها. رفعت الجلسة. ومناسبة بالنسبة لنا لتحسيس ولو بسيط، تحسيس التلاميذ بأهمية اللغة العربية في الحياة اليومية وفي الحياة الثقافية والتعلمية ديالهم. إذن اللغة العربية الآن كانت عندها يعني كتواجه مجموعة ديال من الجبهات، كتقاوم مجموعة ديالهم، والعيب أنها أصبحت تقاوم في بيتها، كتقاوم يوميا أبنائها، تقاوم الهجوم المتواصل وخاصة بعد ظهور يعني هاد وسائل التواصل الاجتماعي وانغماس الأبناء ديالنا فيها واستعمالهم للغات وخلط اللغة العربية بلغات أخرى، وبالتالي أصبحنا لا نعرف إن كانوا يتكلمون العربية أو يكتبون العربية أو يكتبون لغات أخرى. المهم هذه المبادرة كما قلت في البداية هي مبادرة تحسيسية لأهمية اللغة ولتحفيز التلاميذ على الإقبال على هذه اللغة وتشجيعها والأخذ بيدها
يعني الارتواء من المناهل ديال اللغه العربيه، لان اللغه العربيه هي يعني يكفيها فخرا انها شرفها الله وقدرها الله وجعلها لغه الجنه ولغه ادم قبل نزوله في الجنه، وجعلها لغه القران ولغه السنه. فاذا هي لغه حباها الله واجتباها واختارها، فكيف لنا ان يعني ان لا نحتفل بها والا نعطيها قيمتها. نتمنى ان يكون هذا نكون قد وفقنا ولو من بعيد ان نتري ونساهم في الاحتفال بهذه اللغه. وبالفؤاد لا بالدماغ، ولأنها حقا لغة ضارب